مساء الخير. نفسي أبدأ معاكم وقت تسبيحنا بالكلمات اللي موجودة في كولوسي 1:13، بتقول كده: الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كانت عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، إنه يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطتي، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماء. بكر كل خليقة، فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، فدانا ملك الملوك ورب الأرباب، دمه غطانا، نقلنا من ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. كم واحد يقول له ليك كل المجد يا رب، ليك كل المجد يا رب. تعال نقف مع بعض ونبدأ نقول له: دمك غطاني، برك كساني. دمك غطاني، برك كساني، حبك وجودي يا سبب وجودي. يلا سبح معايا في سجودي، فادني بدم صليبك، أكد عيوني يا سبب دمك غطاني.
مراحم الرب أغني عن حقه أخبر فمي أزال مخاوفي وانفض كل خوف منحني سعادة سبح الرب بمراحم أشكرك قوي
ومهما ساءت الأحوال، لكن بمراحمك هنفضل نغني، هنفضل يا رب نقول لكل العالم، هنقول لكل الأرض إنه مراحمك جديدة، مراحمك جديدة كل الصباح، مراحمك لا تزول أبدا، لا تزول أبدا يا رب. إذا كان في اختبارات بنعد بيها الأيام دي، وإذا كان يا رب في معرقلات في حياتنا، لكن إيدك يا رب باينة قوي، باينة قوي في حياتنا، ليك كل المجد. مش كده يا رب جايين نشكرك، نعظمك، نمجدك، 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 لأنه ما نعرفش يا رب نتحرك بدونك، ما نعرفش نتحرك بدونك، ما نعرفش نتحرك إلا بيك. هللويا، ما أمجد اسمك. أنا حي بيك يا شمس الحياة. تعال نقول الكلمات دي مع بعض. أنا حي بيك يا شمس الحياة، متكون من تراب روحي للإله. أنا حي بيك يا شمس الحياة، متكون من تراب روحي للإله. يا من صنعتني سكنتي في عار، مشي بشني من عرضي السماء. يا
عملني حبك على الميكان. هللويا يشعل حب فيك يتدفى المهابة في وحد مخافة. حبك على الميكان يشعل حب فيك يتدفى المهابة في وحد مخافة. كمراتك تحيي قلب العدو خلي عدو يشوفني بدون تسبيح. لا أو بكآبة قلب أغني كأني بدون مسيح. لا ما تعلمتش أخلي عدو يشوفني بدون تسبيح. لا أو بكآبة قلب أغني كأني بدون مسيح. لا أنا
انت واقف في مكانك كده ارفع قلبك للرب، سبحه عظمه. ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح. يلا ارفع قلبك للرب وسبحه، عظمه، اديله كل المجد. ليك كل المجد، ليك كل المجد، تستاهل وتستحق يا رب انك تاخد المجد. نحبك قوي يا رب، نحبك، نحبك قوي. هنفضل نسبحك، هنفضل نسبحك، انك حبك يا رب مغرقنا، حبك مالك ينا بجد بجد. تستاهل كل مجد واكرام، تستاهل. تفاحي بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة، اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا. بنحبك قوي، بنحبك. شماله تحت راسي، يمينه تعانقني، حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة، حلق حلاوة كل مشتهيات. هذا حبيبي وهذا خليلي، هذا حبيبي وهذا خليلي. انت حبيبي، انت حبيبي وانت خليلي، انت اقرب الكل ليا. مين في جمالك، مين في حلاوتك يا يسوع، مين زيك انت، مين في جمالك، مين في حلاوتك يا يسوع.
من تحبه نفسي يا يسوع، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي يا يسوع. Thank you.
منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي. كم واحد النهارده عاوز يتغير؟ كم واحد النهارده جاي الاجتماع ده عشان يتغير لصورة الرب؟ تيجي تصلي كده وانت واقف مع اللي جنبك، قول يا رب أنا طالبك النهارده، أنا طالبك تغيرني يا رب، أنا مشتاق لك قوي قوي يا رب. أنا مش جاي أقول كلام، أنا مش جاي أتفرج على ناس بتصلي، أنا جاي أتغير، أنا جاي أتغير لصورتك، أنا عاوز أقرب منك. منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي. أنا عاوز عمق جديد النهاردة يا رب، أنا مش عاوز الكعبين ولا الركبتين ولا الحقوين، أنا عاوز نهر السباحة النهاردة يا رب. أنا عطشان ليك النهاردة، أنا مش جاي عشان بركة، أنا جاي عشانك. أنا مش جاي أسمع عنك، أنا جاي أحضنك، أنا جاي ألتقي بيك، أنا جاي أشبع بيك. أنت منيتي ربي وشهوتي النهاردة، أنت يا قدوس تديني قداسة جديدة النهاردة، أنت تديني عطش وأنت اللي تشبع العطش ده، أنت تسترني في دمك النهاردة، أنت تكسيني برحمتك النهاردة، أنت تستر ضعفي النهاردة، وأنت ترجعني واحد تاني النهاردة. أنا مشتاق لك يا رب، أنا مشتاق لك يا رب، أنا مشتاق لك، أنا مش عاوز حاجة يا رب غيرك النهاردة، أنا عاوز أرجع إيدي في إيدك، أنا عاوز أرجع وأنا متغير، أنا عاوز أرجع وأنا ليا صديق ماسك في إيدي، أنا عاوز أرجع قلبي متغير، اللي واقف في سكتي عشان ما تغيرش لصورتك عاوزه يتغير ويكون قلب زي قلبك. أمين يا رب. سيدي أعبدك من كل قلبي أحبك وأحيا لمجدك يا قدوس. أنت من أحييتني بالروح وطهرتني، قدستني لشخصك يا قدوس. سيدي سيدي أعبدك من كل قلبي أحبك وأحيا لمجدك يا قدوس. أنت من أحييتني بالروح وطهرتني، قدستني لشخصك يا قدوس.
قادرة بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي فيا يا قدوس. لو الرب عايش فيك مش هتقدر تستخبى. المحبة اللي فيك مش هتقدر تستخبى. النار اللي فيك مش هتقدر تستخبى. هو عاوز يعيش فينا كده الأيام اللي جاية دي. هو عاوز كل واحد فينا يتغير ونقول يا رب أنا عاوز نورك يخرج. أنا عاوزك تغلبني. أنا عاوز كل ضلمة فيا تتغلب من نورك. أنا عاوز محبتك تشع فيا. أنا عاوز معرفش أستخبى. أنا عاوزك تعيش فيا زي النور ما بيعيش في وسط الضلمة وبيغيرها. أنا مش عارف إحنا ليه دينا عن إن إحنا نعيش أقل من كده. رب عاوز إن إحنا نعيش كده. فضلك ممكن نتقسم كده ثلاثات وأربعات. قول يا رب أنا عاوزك تنور فيا بطريقة عمري ما اخترتها. عمري ما اختبرتها. أنا عاوزك تعيش فيا زي بولس وبطرس كده اللي كان ظلهم بيشفي المرضى وبيخرج شياطين. أنا عاوزك تخرج من مسمي. أنا عاوز كلماتي بتبرئ الناس. أنا عاوز الأنانية اللي فيها تختفي. أنا عاوز الضلمة اللي فيها يروح. مش عاوز حد قاعد لوحده. مع اللي جنبك أو مع الاثنين اللي قدام بصوا للاثنين اللي ورا. خلي كل واحد بيصلي الباقيين يسمعوه ويقولوا له أمين. وحطوا إيدهم عليه ويقولوا له أمين أمين. رب يديك سؤل قلبك. رب يديك إنك ما تختفيش. مش ممكن تختفي مدينة موضوعة على جبل. مش ممكن بيخدوا سراج ويضعوه تحت المكيال. رب عاوز يضيء نورك هكذا قدام الناس. رب عاوز ينورك فتصير نور للعالم. رب عاوز يولع حياتك بغيرة تشع على كل الناس. رب عاوز يملك محبة وعطاء تشبع بيها كل الناس. رب جايبك عشان يغمرك النهاردة ويغيرك ويملاك. اد يا رب النهاردة. وزع النهاردة. وزع وزع من نفسك النهاردة. وزع من حضورك لإخواتك النهاردة. زود الأحلام. زود الإيمان. زود المحبة. زود العطاء. زود القداسة. زود الغيرة. ما يعرفوش يستخبوا يا رب. ما يعرفوش. ما يعرفوش. لو عايزوا ما يعرفوش. زي ما أنت كنت في كل حتة كانت الناس تتجمع حواليك. يحبوا يلمسوك يا رب. يلمسوا كل واحد فينا يا رب فيخف ويبرأ النار. لو انت بتسمعنا ودي شهوتك ارفع عينيك على الرب النهاردة وهو يديلك النهار. يديلك سكنة بالروح القدس. يديك انك تكون هيكل مقدس لله بالروح القدس. يديلك انك تحبه كما لم تحبه من قبل. يديلك انه يعيش جواك وانت جواه. اسمع يا رب. اسمع لأشواق شعبك اللي عاوز يتغير ليك ويتملي بيك. احنا جايين علشانك النهاردة. احنا جايين نلمس هود بسوبك ونتغير. احنا جايين كلك مشتهيات. احنا عاوزينك كلك. احنا عاوزينك كلك النهاردة. احنا ما عدناش طلبات تعملها لنا. انت طلبتنا. انت سؤلنا. عيش فينا. عيش جوانا. غيرنا النهاردة يا رب. غيرنا. عاوز اقولها لك بكل قلبي النهاردة. احبك يا ربي يسوع. احبك يا ربي يسوع وليس لي سواك. عاوزك تاخد كل الحب. عاوزك تاخد كل الاحلام. عاوزك تكون كل التوقع في الحياة. مش عاوز حاجة براك يا رب. مش عاوز حاجة منك. عاوزك أغلى حلم يا رب. أكبر بركة. أعظم انتظار أنا عايش له أن تعيش فيا وأن أنا أعيش ملتصق بيك النهاردة في اسم يسوع. انت شهوة قلبنا كلنا النهاردة. انت احتياجنا الوحيد. انت احتياجنا الوحيد. يا مشتاقنا الحاجات كتيرة كانت أبار لا تضبط ماء النهاردة. لكن نعلن جوعنا وعطشنا ليك انت شخصيا.
جوعنا وعطشنا لتغيير حقيقي، جوعنا وعطشنا ان الهيكل ده يمتلئ من الروح القدس ومن حضورك. كفايه اللي فات يا رب، كفايه اللي فات يا رب، عيش عيش جوانا النهارده، عيش جوانا، املانا محبه. عاوزين نقول لك النهارده نحبك 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 اكتر ما بنحب العالم او احلامنا او ولادنا او حياتنا او اموالنا او كل احلام عندنا. احبك ربي يسوع. لو انت خلصت النهارده عاوزك تقف وتقول له الكلمات دي، عينك في عينيه النهارده، عينك في عينيه النهارده، وتقول له يا رب بحبك بحبك، أنت تعلم أني أحبك، بس عاوز أحبك أكتر، عاوز أحبك أكتر، عاوز أحبك أكتر. أحبك يا ربي، مش بحبك عشان تباركني، بحبك عشان أنت ربي، عشان أنت سيدي، عشان أنت الإله اللي أنا بعبده، مش عشان تخدمني، عشان أخدمك، عشان أعيش لي. ممكن اللي خلص يقف ويكلمه هو بالكلمات دي، بحبك يا رب، أحبك أحبك، مش نورك عنك يا رب، مش يوم الاثنين يا رب وبطلع انسى يا رب، حتى لو بنسى عاوزك، عاوزك على طول، مش عاوز انساك ابدا. احنا بنتبع المسيح، احنا مش بنتبع افكار واراء ومعتقدات، احنا بنتبع شخص حي، حي فينا، عاوز يغيرنا على صورته، يكون الهة صغيرين، بس عاوزنا كل يوم نكبر ونكون قده. عاوز غيرتنا كل يوم تزيد، ابقى شبهه واني اقرب منه وانه يعيش فيا. يجي اليوم اللي اعمل الاعمال اللي هو عملها واعمل اعظم منها، اني احب زي ما كان بيحب، اني اضحي زي ما كان بيضحي، اني امتلئ من الروح زي ما كان ممتلئ بالروح، اني اعرف الناس اللي حواليا مين هو الاله اللي بيعطي بهذه الدرجه، لما يشوفوني بأعطي بهذه الدرجه. انا تهيالي لما بيسمعنا نقول له بحبك يقول لك انا بحبك جدا 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 فوق ما انت تتخيل، انا عاوزك زيي، انا عاوزك زيي، انا عاوزك معايا طول الابديه، انا عاوزك تفضل في حضني على طول، انا عاوزكم كلكم معايا، انا عاوزكم كلكم تتغيروا على صورتي عشان دي اجمل صوره. انا بحبكم جدا، لو انت سمعنا بيقولك بحبك جدا جدا، انا مقدر كل تعب وكل رغبه في التغيير وكل محاوله للخلاص، لانك مش راضي تستسلم للخطيئه، انا مقدر، انا معاك، انا فيك، انا مش هسيبك،
أنا لك ولغيرك لن أكون، ولأجلك كل تضحية تهون. وبيقول لك أنا كمان ليك، أنت ناسي، ده أنا اللي ضحيت، ده أنا اللي اديت، ده أنا اللي محبتي غمرت حياتك وخلتك تتغير. كلمه النهارده بالكلمات دي قبل ما نرنم. قول له يا رب أنا بحبك، أنا مش عاوز حاجة تاخدني عنك، أنا مش عاوز حاجة تنسيني إن أنت محور حياتي، أنا مش عاوز همومي اللي جاي بيها، مش عاوز المرض، مش عاوز الضيقات تقول لي أي حاجة غيرك، إنك حي وإنك سيدي وإن أنت اللي عايش عشانه. هيجي يوم كل ده هيتشال وهتتبقى لي وحدك. عاوز أقول لك بحبك وناوي أكمل معاك. أثق فيك، أنت شهوة قلبي، أنت غناية، أنت كنزي. يمكن يبان إن أنا فقير بس أنت كنزي اللي عمره ما ينزع مني. غلابة المليونيرات بس ما يعرفوكش، شحاتين اللي عندهم ملايين وانت مش حي فيهم. اليوم في ديارك خير من ألف، فضلت الوقوف على أعتابك خير من السكنة في خياب الأشرار. خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. أشكرك إنك حي فيا. عاوزين مزيد من حضورك يا رب، عاوزين مزيد من غمرك، عاوزين مزيد من الحياة اللي فيك تأتي على شعبك وعلى كنيستك في هذه الأيام. مش حاسس بمحبة ربنا، لسه مش فاهم يعني ايه الصليب، ممكن يرفع ايده كده النهاردة. لو انت حاسس ان ده الكلام ده مش لمسك النهاردة، انت محتاج حتة تاني، انت محتاج لمسة تاني، انت محتاج ان الرب النهاردة يمد ايده ليك النهاردة، ممكن ترفع ايدك كده، احنا عاوزين نصلي لك. ممكن في ايدين هنا مرفوعة، ممكن اللي حواليه يصلوه. في اكتر من واحد رافعين ايديهم. خلينا احنا نكمل تسبيح. ممكن من فضلك ممكن تطلع قدام. لو في واحد بيننا النهارده،
الأمر ده غالي جدا على القلب ربنا. أنا عاوزك تطلع قدام. لو أي حد تاني النهاردة لسه عاوز لمسة تانية، عاوز محبة تانية، عاوز تتفتح النهاردة عينيه على محبة الرب النهاردة. وإحنا بنصلي لأخونا، أنا هصلي له، بس أنا عارف في كتير من بلدنا سامعين، في كتير قوي يتفرجوا علينا، يمكن في البلد ويمكن في بلاد كتيرة، كتير بالملايين، ويمكن هم كمان نفسهم في اللمسة الخاصة دي، في الإعلان عن المحبة دي النهاردة. يمكن يكون أخونا رمز لي أو أي حد تاني، وإحنا بنرفع أيدينا ليه، خلينا نفتكر إن في ملايين يمكن رافعين إيديهم يتفرجوا علينا، هما كمان عاوزين إعلان عن محبة الله، هما كمان مش عارفين يمكن بيسمعوا الكلام ده بس مش داخل قلبهم. الرب عمل معانا معجزة لما فتح عينينا، اكتشفنا محبته العميقة جدا جدا، وأول ما اكتشفناها اتغيرنا يا إخوة، مش كده؟ محدش كان ليه أي فضل. وإحنا بنصلي لأخونا، مد إيدك كده لملايين، قولوا يا رب افتح العينين النهاردة على مسيحيين ومسلمين، على ناس من كل البلاد النهاردة، على المحبة، على الإله الغني، على يسوع اللي بيخلص، اللي جاي مخصوص عشان يحب الناس ومش عاوزهم يهلكوا. أصلي لأخويا، بنصلي للملايين اللي شايفنا، أنت شايفهم يا رب النهاردة، سماوات مفتوحة فيهم، سماوات مفتوحة فيهم، أنت اللي قلت إن لذاتي مع بني آدم يا رب، إحنا بنحطه بين إيديك النهاردة، اللمسة اللي فتحت عينيا يا رب، اللي شافت قلبي يا رب، اللي حررته من كل القيود ومن التعب ومن الشكاية، هو والملايين اللي بيسمعونا يا رب، بالذات في بلدنا يا رب، التعبانين اللي بيدوروا عليك، للعطاشة، للملحدين، للي مش قادرين يستنوا يوم تاني، النهاردة إعلان يا رب، سماوات مفتوحة فوق إخواتنا يا رب، سماوات مفتوحة فوق بنات وأولاد شباب بيدوروا عليك النهاردة يا رب، سألين لمسة يسوع بيقولوا لك إن كنت حي تعالى، إحنا بنعلن إنك حي وإنك موجود وإنك بتغير الحياة وإنك بتفرح القلب وتفك النفوس التعبانة وبتدي فرح وبتدي محبة وبتدي حياة. النهاردة يسوع يجول في وسطنا، يسوع يجيلك في بيتك، في المكان اللي انت بتتفرج فيه النهاردة، ويلمسك لمسة حياة. كل اللي لمسوه نالوا الشفاء والحياة. لمسة خاصة لإخواتي، لمسة اللي رفعوا أيديهم يتفرجوا علينا، لكل العطشان سيول من المياه ومن الإعلان ومن الحب تعلن في حياتكم، وتروحوا ناس جداد فرحانين منطلقين باسم يسوع المسيح. أكون في الدنيا سرابا ينتهي، لو كنت قد حرمت من أمجادك، لا يشكر امتيازك الذي قد ضمني واختارني لبيتك. أكون في الدنيا سرابا ينتهي، لو كنت قد حرمت من أمجادك.
قدام، احنا نصلي معاكم تاني بعد شويه كده، هنطلع عاوزكم تفضلوا قدام في وسطينا. الرب عمله معانا في دير البرشة الايام اللي فاتت كان رائع. كم واحد شاف الحدث ده في التلفزيون؟ اشكر ربنا عدد كبير. اول يوم انا عرفت ان كان في 3600 واحد موجودين، وتاني يوم العدد عدى 5000. ويمكن شفته في التلفزيون قسيس سامح اول يوم قعد الناس 3 مرات، يعني قعدوا مرتين، قال يمكن مش فاهمين. لما قدم دعوه للناس لقبول المسيح لقى تقريبا كل الخيمه وقفت، فقال انتوا غالبا مش فاهمين. قال لا، اول مره قعد يقعد في الناس مرتين. وثالث برضو يوم العدد كتير كده، المعجزات اللي عماله تجيلنا يعني حصلت هناك كتيره جدا جدا. البلدين دول يمكن قريتين مسيحيتين لكن كانوا بعاد عن ربنا خالص، رب زارنا زيارة إلهية خاصة جدا جدا. وأنا نفسي نشكر ربنا على اللي عمله معانا بصراحة. أنا حاسس إنه يستحق الشكر. الآلاف اللي رجعت ليه، العطش اللي سكبوا فيهم، ناس سمعوا كتير لكن الرب المرة دي كان فاتح القلوب، كان خلي الأرض جاهزة لاستقبال عمله. آلاف رجعوا للرب، معجزات كل شوية، وإحنا يعني قلنا مش هنعلن عنها غير لما نسجلها الأول. ممكن نشكر رب مع بعض كده، ممكن نتقسم كل 2 مع الـ2 اللي بعدنا. قولوا يا رب أشكرك أشكرك أشكرك. ناس أنا ما كنتش مصدق وأنا بتفرج في التلفزيون في تاني يوم على الرب بيعمله، على الحضور الإلهي، على الناس اللي واقفة بالساعات، على الترانيم اللي مليانة بالفرح وبالحضور، على دموع التوبة، على عائلات الأطفال، أطفال متشالين على عيال على كتاف الأمهات مش قادرين يمشوا. كنيسة كان فيها أكتر من 900 طفل في أول يوم، على آلاف رب كتب أسمائهم في سفر الحياة. متشكرين يا رب، متشكرين يا رب. صلي كمان إن الرب يحفظ كل واحد اتغير، اللمسة تفضل توجد توجد. انت عظمت العمل معانا يا رب. الساقي مش حاجة، واللي بيزرع مش حاجة، المهم هو اللي بيروي، هو اللي بينمي. انت كنت بتنمي، انت خدت الكلمات البسيطة حطيتها في قلب حي. متشكرين يا رب، متشكرين بحقيقة يا رب. Thank you Lord على كل حب انت اعلنت للناس، على كل تغيير حقيقي يا رب. انا اشكرك على كل دمعه يا رب وانا شايفها يا رب، كان قلبي بيفرح وقلبك بيفرح. اشكرك على اسماء كتبتها في سفر الحياه لن تهلك، انقذتها من الجحيم لحريه مجد اولاد الله دعيتها. اشكرك اشكرك. ثبت يا رب، ثبت ثبت كل واحد رجع ليك يا رب. حرية من كل الإدمان والمخدرات والعلاقات والخيانات والكذب والغش والنفاق والنميمة. حرية حرية، البلدين دول يتحرروا، إبليس ما يلاقلوش مكان فيهم الأيام اللي جاية باسم يسوع المسيح. أمين أمين. Thank you Lord. إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفي، مهما بنشكر مش هنوفي. دي مرحمة جيل ورا جيل عملته معايا، اللي بتعمله مع أولادنا، اللي عملته هنا تعمله في الصعيد، اللي تعمله الأيام الجاية في اسكندرية. يا إلهنا أنت صالح جدا جدا، دي مراحمة جديدة كل صباح على كل الناس، على كل اللي بيطلبك مهما كانت الخطية، مهما كان البعد. اللي خلص كده يقف ويدي المجد للرب ويقول له إلهنا الصالح شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك.
من الأسيس سامح حنا، سامح حنا كان أول يوم هناك، ممكن ترفع الشكر دي بالنيابة عننا كده، أمين. يا رب بنشكرك، بنشكرك لأن ده عملك يا رب، ده عملك. أنت اللي بتعرف توصل للقلوب يا رب وتفتحها وتفتح العيون وتفتح الأذهان.
يا رب جايين نقول لك النهاردة ككنيسة احنا متشكرين جدا 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 يا رب لانك تنازلت يا رب لدير البارشة وابو حنس يا رب. بنشكرك لانك زرت عائلات وزرت شباب وزرت ناس يا رب ولمست عينيهم ولمست اذهانهم ولمست قلوبهم ولمست كمان اجسادهم وشافتهم. احنا بنشكرك النهاردة جايين نقدم ذبيحة شكر رب نقول لك متشكرين ننحني امام جلالك يا رب ونقدم ليك حمد وشكر رب من اجل عظمتك من اجل اللي عملته الايام دي. يا رب نصلي انك تكمل عملك في القريتين دول باسم المسيح يا رب. ارسل روحك على القريتين دول يجددوا وجه الكرة دي من جديد يا رب. احفظ تأثيرات كلامك يا رب اللي زرعته في قلوب الناس هناك. احفظ تأثيرات كلامك رب. عدو الخير ما يجيش ويزرع شوك في القلب رب لكن كلامك يثمر فيهم يوم بعد يوم يا رب. احنا بنعظمك بنعطيك كل المجد وبنقول لك يا رب كمل كمل ايام الحصاد للاخر رب. ده زمن جديد فتح الكنيسه ومطلع الكنيسه في زمن جديد خالص يا رب. حقول مبيضه للحصاد جدا يا رب. نصلي من اجل المدن اللي هنروحها والقرى التانيه رب اضعاف 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 من البركه في كل مكان يا رب. ليك كل المجد امين امين. واحنا واقفين كده انا عندنا يوم 18 ويوم 19 برضو ايام الحصاد في اسكندريه. واسكندريه تاني اكبر بلد في مصر. مش عارف انا متهيألي عمرها ما شافت نهضة حقيقية واجتياح كده للروح القدس. وانا بصلي ان الرب يدينا ان احنا نشوف اسكندرية في اليومين دول تتغير. والرئيس اللي كاتم على نفس البلد على ارواح الظلمة اللي بيرسلهم رئيس سلطان الهواء اللي بيعمل في ابناء المعصية العدو اللي كاتم عليهم كده اللي مخلي قلوب المؤمنين مش عارفة تفرح اللي عامي اذهان غير المؤمنين رئيس الشياطين اللي بيحيط بالبلد دي. انا اؤمن النهارده ان احنا نصلي ونربطه. كتاب بيقول ان لما بيجي يكون واحد قوي حافظ امواله فهي في امان محدش هيقدر يقومه. لكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه ويوزع غنائمه يطلق في الحريه كل الغنائم بتاعته كل المقيدين منه كل العمي كل المدمنين كل اللي مش عارفين يفرحوا. الرب يدي إطلاق لإسكندرية. الرب يقيد العدو عن إسكندرية باسم يسوع المسيح. كل اتنين يلفوا مع الاتنين اللي جنبه. خلينا النهاردة نعمل حرب روحية في السماويات. مصارعاتنا مش مع بشر مع العدو اللي عمى أذهان غير المؤمنين ولتائل المؤمنين وقعهم في خطايا وشال منهم فرحهم ونزع سلطانهم. خلينا نصلي للكنيسة خلينا نصلي للمؤمنين خلينا نصلي لغير المؤمنين خلينا نصلي الافتقاد في الشوارع خلينا نصلي روح تبكيت تقول في البلد من النهاردة باسم يسوع المسيح. انت اللي أقوى منه انت اللي أعظم منه. مين في اسم يسوع المسيح انت حي يا رب انت تقدر. أنا جايين باسمك يا رب نعلن سقوط للعدو اللي بيعمي أذهان غير المؤمنين. فك للعمامة عن الأذهان. إطلاق من القيود. كراهية للخطية في اسكندرية وكل القرى والمراكز المحيطة بها باسم يسوع. المدينة تهتز. المدينة تهتز من حضور الرب في هذه المدينة. أرواح الشر تنكسر باسم يسوع. الغمامة الغطاء المغطى بيه على اسكندرية يتكسر. ملايكة ملايكة ارسل ملايكة حامي عننا بملايكة. ارسل ملايكة لاسكندرية للكنائس للشوارع. شيل الضغط على القلوب شيل الغم والهمامة والغمامة اللي على الأذهان علشان تفهم كلمة الرب. يا عدو البر مالكش مكان في هذه المدينة. يا عدو البر احنا جايين باسم يسوع نقيدك ونربطك وننزع سلاحك الكامل اللي اتكلت عليه كل تخويف كل شكاية. جايين نرش المدينة بدم المسيح. جايين نرش المؤمنين بدم المسيح. نعلن خلاصك نعلن لا دينونة نعلن لا شكاية نسترهم في اسم المسيح. نخلع كل أعمال الظلمة. تأتي روح التوبة يأتي روح التبكيت على القلوب من دلوقتي تبكيت على الخطايا توبة 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 توبة
قبل المسيحيين يا رب وغير المسيحيين، رجوع عن الطرق الردية، ترك لكل الأحجبة والأعمال والخطايا والإدمان باسم يسوع المسيح. ابتهاج وفرح يجي لإسكندرية يا رب، أيام عرس، أيام فرح، أيام راحة، أيام افتقاد، أيام غنى، أيام إطلاق باسم يسوع المسيح. فرح المدينة دي، فرح المدينة دي يا رب، فرح المدينة لكل الطوائف يا رب، املأ الكنائس في كل الطوائف يا رب، في الكنيسة الأرثوذكسية افتقاد ونهضة، في الكنيسة الكاثوليك افتقاد ونهضة ورجوع، في الكنيسة الإنجيلية رجوع للشباب بكل أنواعه، يملأوا الكنائس من تاني، وحدة يا رب بين الكنائس، فرح أبدي يكون علينا، مفيش شكاية، مفيش عرافة ولا عيافة ولا أسلحة من العدو تسود على شعب الرب في اسكندرية. توبة توبة ورجوع إلهي للغني المخلص في وسطنا باسم يسوع المسيح. هاللويا. ينفتح العيون يا صانع الآيات، دي أرضنا بتشهد لك وفي السماء ينفتح العيون. Oh.
هتفوا باسمه اتغيروا. إلهنا حي، عينين اسكندرية هتشوفه، شعب اسكندرية هيشوفه، وحياتهم هتتملي ضي ونور، ومش هرجعوا زي ما كانوا مرة تاني، لأن إلهنا حي. لما بيزور مكان بيقلب الموتى لفرح، بيقلب الجنازة لعرس. إلهنا حي، هيزور اسكندرية وهيغير بالملايين، والبلد دي مش هتكون زي ما كانت، لأن إلهنا حي، لأن احنا طلبنا منه وهو سمع، لأنه عندهم ناس كتيرة بتطلب بقالها سنين، ورب ناوي يجي، ورب ناوي ينور. أنا حاسس إن كل بلدنا هتفضل كده، مدينة ورا مدينة هتنور، ومدينة ورا مدينة هنشوف النور بيجري في أرضنا. العدو ضعيف جدا، إلهنا حي لا يستطيع أن يقاوم حضور الرب. زي ما الظلمة بتهرب من قدام النور، إلهنا هيشوق ليه في أرضنا عمل عظيم. إلهنا هيغير البلاد بلد ورا بلد. إلهنا ناوي يكمل مع مصر لغاية ما تبقى نور إلى أقصى الأرض، هتبقى بركة لكل العالم، هتبقى هي وأشور وإسرائيل بركة لكل الأرض. المنطقة دي بتاعت الشرق الأوسط اللي كلها صراعات، هتكون هي اللي بتخرج نور لكل البلاد. هنصدر لأوروبا والأمريكا وأستراليا، هنصدر مبشرين، هنصدر رجاء، هنصدر معجزات. الناس هيجوا حجوا في مصر وهيشوفوا إن إلهنا حي بيصنع عجائب لم تخلق في كل الأرض. اللي قاله لنا في 2010 هيحققوا. أنا صانع معك أمر عظيم، آيات لم تخلق في كل الأرض، لأنها ترى عملي اللي أنا صانعه معك عظيم. Awesome, wonderful, مهول مهول. الرب اللي هيعمله منا مهول. إحنا لسه في الخطوات في البداية، يمكن يكون الزرع في الأول مش باين قوي، لكن هيغطي وجه الأرض. إن شاء الله في حياتنا هنشوف الأرض دي نور، نور كامل، نور كامل قبل ما يخرج لكل الأرض في الأجيال اللي جاية باسم يسوع. هاللويا هاللويا. يتعرف إلهنا في كل أرض مصر، يشفي كل جرح ويكبر كل كسر. وإحنا بس نرفع تسبيحتنا ليه، هو ليه الحرب وهو ليه. يتعرف إلهنا في كل أرض مصر، هو كل جرح ويشفي كل كسر. احنا بس نرفع تسبيحتنا ليه، هو ليه الحرب وهو ليه. شعب مصر، شعب مصر زمان بافتقار، والحب خلاص بيطلق للحصان. ادعوا باسم الرب وقولوا لي دلوقتي الرب في مصر تاني عاد. يتعرف إلهنا في كل أرض مصر، يشفي كل جرح وكل كسر. احنا بس نرفع تسبيحتنا ليه، هو ليه الحرب وهو مصري. بتنادي لك يا يسوع، شعبي جاي توبة وخضوع، وحدك انت رأسنا وعزنا، اسمك يعلى في أرضنا كون مرفوع. يتعرف إلهنا في كل أرض مصر، يشفي كل جرح ويقبل كل كسر. واحنا بس نرفع تسبيحتنا ليه، هو ليه الحرب وهو ليه النصر. يتعرف إلهنا في كل أرض مصر، يشفي كل جرح ويقبل كل كسر. احنا بس نرفع تسبيحتنا ليه، هو ليه الحرب وهو ليه النصر. شعبنا شعب متدين جدا جدا، عارف ان في الله، وعارف انه ما يقدرش يعيش من غيره. انا متهيألي يمكن عشان كده ربنا
حطت عينيه على أرض مصر. تعالي أكتر بلد هتثمر لو صلينا من أجلها هي أرض مصر. الناس اللي فيها عطشانين جدا جدا للقاء بالإله الحقيقي. ما فيش غير إله حقيقي واحد، يسوع المسيح، إن الله أرسله كلمة منه، روح منه، تجسيم لمحبته، تجسيد لكل طبيعته. الناس محتاجاه يا إخوة جدا جدا جدا. وأنا مش عاوز دقايق اللي جاية دي قبل ما ننقل حاجة تانية مهمة، نعدي على بلدنا من غير يا رب نقول له كل المدن. أنا عاوزك تهيئ المسرح ليك النهاردة. أنا عاوز الناس تشوف الحقيقة يا رب. أنا عاوز الناس تقارن بينك وبين غيرك وتشوف الحقيقة، إن مفيش وجه مقارنة، إنك ما تتقارنش، مفيش حد زيك، مفيش حد يتحط في المقارنة. في كل التاريخ مفيش حد يتحط معاه. هو الوحيد لما اتولد شق تاريخ نصين، قبل الميلاد وبعد الميلاد. هو الوحيد اللي ما كتبش كتب، بس كتب عنه كتب مغرقة العالم كله. الكتاب اللي فيه كلمات هو أكتر كتاب بيتباع في العالم، أكتر كتاب بيغير القلوب لغاية دلوقتي. هو الوحيد اللي بعد مرور أكتر من 2000 سنة على ميلاده، العالم بيقول إن تأثيره دلوقتي قوي زي ما كان قوي وهو على الأرض في الـ3 سنين اللي أعلن فيها عن مجده. أنا عاوز شعبنا يعرف الإله ده. أنا عاوز أقوله رب، احنا مش مكتفين بزيارات في دير البرشة وفي اسكندرية وفي الفيوم وفي بني سويف. انا عاوز روحك يهيئ المسرح. انا عاوز سماواتنا تتفتح كده. اما المسيح خرج من المعمودية، كتاب بيقول ان انشقت السماوات ونزل الروح القدس. اول مرة تتقال ان انشقت السماوات، رب شق السماء. خلاص السماء والأرض كده اتفتحوا على بعض. وأنا عاوز البلد دي تمتلئ من الإعلان ومن الحضور ومن زيارات الملائكة، وتطلع وتنزل كتير قوي من شعبنا بيدور يا إخوة. وده متهيألي اللي بيميزه عن شعوب تانية. مش عاوزة، خلي ربنا لو موجود أو مش موجود خليه في حاله، لكن شعبنا عاوز، لكن شعبنا بيدور. وأنا عاوز نقول يا رب زور. احنا لما بطلت الدنيا، انا عرفت ان في ايران الناس اللي عرفوا الرب حوالي 70-80% منهم بزهارات الهية في رؤى وفي احلام. واحنا ليه بطلنا؟ احنا عاوزين الوعد اللي قالوا ان مصر هتكون بركة لكل الارض، يأتي منها البركة لكل الارض. امسك كده في ايدي اللي جنبك وقوله تاني ارجع زور يا رب، ارجع زور في الرؤى. اللي عطشانين اللي بيدوروا عليك قول لهم انا ذا، مش انت ظهرت لشاول اللي كان بيضطهدك وقلت له ليه بتضطهدني؟ انا يسوع. ارجع زور تاني قول لهم انا يسوع الذي انت تضطهده، انا اللي بحبك، انا اللي نزلت علشان، انا مشتهى الامم، انت بتدور عليا. انت ليه بتضطهدني؟ انا بدور عليك يا رب. زور يا رب، زور العطشانين، زور اللي بيسجدوا لك بقلب يا رب، في كل حته وفي كل خلفيه، شباب وشيوخ وستات وبنات ورجاله. زور يا رب، زور في كل المنطقه العربيه يا رب، في كل التايهين، لكل اللي مش عارفين ليها حل، لكل اللي شايفينك مت او سبت الارض ونضلنا هي اللي بتسود. ممكن تظهر تاني زي ما ظهرت لشاول او كرنيليوس. بنادي عليك يا رب، فعلا بنادي عليك. انت اللي فتحت السماء وسبتها مفتوحه، انت اللي شقيت الحجاب وسبته مشقوق، انت اللي شلت الفاصل بينا وبينك. النهارده يا رب بنرسلك لشعبنا يا رب.
بنرسلك لأرضنا، نرسلك في كل المنطقة العربية، في سوريا، في العراق. تعال عزيهم وتعال عرفهم نفسك وقوتك، تعال اجمعهم كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. اللي بيقول لك انت فين، قول له انا ذا، حط ايدك على ايديهم، حط ايدك على عينيهم ووقع القشور. احنا بنحبهم يا رب، بنحبهم، يمكن انا ما اعرفهمش بس انت تعرفهم يا رب. يا غارس السماوات، يا غارس العيون، يا غارس الاذان، اسمع واصنع وافتقد وزور وشوق وافرح واروي. أرضنا عطشانة بدموع مليانة، بآهات مليانة، بأشواق مليانة. تقول لك أنت فين؟ قول له أنا ذا يا رب، قول لبلدنا أنا، قول للعطاشة أنا ذا. أنت قايل أنا وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت ها أنا ذا، ها أنا ذا لأمة لا تسمى باسمي. هو ده اللي احنا عاوزينه للبلد يا رب. من فضلك يا رب، من فضلك، عندنا ايمان، عندنا ايمان فيك النهارده، عندنا ايمان فيك النهارده. ملايين من شعبنا يشوفوك يا رب. احنا بندعوك دعوه رسميه بالنيابه عن كنيستك في مصر. شق السماء يا رب وانزل الينا، ارضنا عطشانه ليك يا رب، جعانه، شعبنا بيدور عليك يا مشتهى كل الامم. قل لهم ها أنا ذا، ها أنا ذا. اللي بتشوفه علينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء في لله مشيئة. اللي بتشوفوا علينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء في لله مشيئة.
غمض عينيك افتكر جارك او زميلك، تقول له شق السماء يا رب وادخل له، ده بيحبك، بيحبك قوي قوي، هو بس مش عارفك، هو نفسه يقرب منك، هو بيحاول. قول له انك قربت منه، قول انك مديت ايدك في المسيح لي فلان يا رب، او فلانه جارتي او زميلتي او صاحبي صديقي، بتقابلهم كل يوم في كل حد، اذكر اسماء. ودي كمان يا رب، وده كمان يا رب، بحبهم يا رب، بحبهم، بحبهم، عاوزينهم معاك وعاوزينهم معانا، عاوزينهم في فرح هنا وفي ابتهاج هناك النهارده يا رب، زورهم النهارده، زورهم، سمعهم كلمه في ودنهم، قول كلمتك يا رب، قول كلمتك، احسم يا رب، احسم صراعات. مكتوب عنك انك بتغيث المعيا بكلمه يا رب، قول لهم ما انا ذا، قول لهم انا يسوع اللي انت بتدور عليه يا رب. بنحب شعبنا قوي يا رب، عاوزينه كل معاك، انت وعدنا، انت وعدنا ان يعرف الرب في مصر وان يعرف المصريين الرب، اديهم فرصة تاني يا رب عشان يعرفوك، فرصة تاني يا رب، يسمعوا منك الحقيقة يا رب، يسمعوها منك، مش هيقولوا لك لا يا رب، مش هيقولوا لك لا، هيترموا في حضنك يا رب، باسم يسوع، باسم يسوع. أنا جاي أنا وإخواتي يا رب، نقول إزاي نرى هلاك شعبنا يا رب، زي إستير ما قالت، غاليين علينا قوي يا رب، غاليين علينا، يمكن أغلى ما إحنا نكون في الأبدية. أنا بنقول لك مع بولس، كم أود أني أكون أنا نفسي محروما من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد، عاوزينهم يعيشوا يا رب، عاوزينهم يفرحوا يا رب، عاوزينهم الغيرة اللي عندهم يا رب، الرغبة الخالصة لإرضائك تريحها وتقول لهم إن الرب راضي عن شعبه بسبب دم المسيح، إن العمل عمل، إنهم كفر عن اسمهم وستر خطيتهم سبب صليب المحبوب يسوع. اعلانات يا رب، اعلانات، اعلانات، ممكن تحسم انت المعركة دي يا رب، ممكن تهدي الصراعات دي يا رب جواهم بكلمة منك، بكلمة، انت خلقت السماء والارض بكلمة، اخلق، اخلق فيهم اعلان وقلب جديد بكلمة منك يا رب، في اسمي انك اسمع. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين، وبجلداتك وجروحك تيجي تشفي المحتاجين. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين، عايزينك يا يسوع.
هنعملها الاسبوع ده وهنعملها يمكن الشهر اللي جاي كله. الوقت عدى شويه، لكن احنا قلنا ان اخر ربع ساعه من كل اجتماع، والربع ساعه او النص ساعه او ساعه لربع اللي بعد الاجتماع هنصلي فيها مع الناس اللي محتاجه الصلاه، بالذات للمرضى. فاحنا الوقت اللي جاي هنطلب كل التعبانين اللي عاوزين يتصلى من اجلهم، بالذات المرضى او اي واحد تاني عنده اي تعب، ما عدا اللي محتاجين تحرير، ده هيبقى في الباب خروجنا اللي بره واحنا خارجين. لكن في وقت الاجتماع دلوقتي اللي عاوز يتصلى له من اجل اي حاجه، بالذات المرضى، احنا عندنا ثقه ان الرب هيسمعنا ويدينا اختراق. احنا شفنا حاجات، لكن احنا عارفين ان الرب عنده حاجات اكتر كتير من اللي احنا شفناه. الرب هيمد ايده للاسماء اللي طالباه والناس اللي هتوجد في وسطينا، وناويين ندي وقت مش بس يعني لغايه ما يخلص الاجتماع، احنا بعد الاجتماع هنكمل نصلي معاهم، وفريق هيفضل بيقودنا في تسبيح بالراحه. وبعد كده بعد الساعه 9 بنحاولكم تروحوا، اللي عاوز يروح واللي عاوز يقعد يصلي، اللي عاوز يتصلى له زي ما انتم عاوزين. لكن بفضلكم هنتكلم بره، بره كمان في حجز لوان ثينج، اللي عاوز يحجز هتعرفوا معلومات عنه بره. لكن بعد 9 احنا المفروض كان نقف 9 الا ربع، بس انا طولت، وهنقعد يمكن تلت ساعه بعد الاجتماع نصلي مع الناس تانية. فديفيد والفريق هيقودنا في تسبيح. بطلب من الناس اللي عاوزه يتصلى لها يطلعوا من قدام، بطلب من كل الخدام اللي موجودين في الخدم المختلفه في وسطينا يطلعوا بعد كده يصلوا مع الناس، بس خلي اللي عاوزين يتصلى لهم الاول يطلعوا عشان نعرفهم، وبعد كده اطلب من الخدام ان هم يطلعوا بينا. نصلي للاحباء اللي طلبوا الطلبات دي تتصلى لهم. ممكن نورا، ممكن اطلب منك تيجي تصلي لدول، لان يمكن الارسال يتقطع ويكون في ناس باعتين ورق معاهم. فنصلي لدول، وفي الوقت ده اللي عاوز يتصلى له من فضله يفضل يطلع قدام. متشكرين عشان حضورك يا رب، متشكرين عشان انت بتعلن عن نفسك انك موجود يا رب في وسطنا، انك سامع لصراخ كنيستك، انك قريب جدا يا رب، انك قريب جدا، انك بتميل اذنك يا رب لصرخات يا رب عروستك يا رب وشعبك. احنا متشكرين عشان انت حقيقي، عشان انت حي يا رب، زي يا رب ما اعلن يا رب عنك في الاجتماع يا رب، روحك يا رب اعلن انك انت الاله الحي. احنا رب نعلن يا رب كشعبك وككنيستك، انت حي، انت حي، انت حي يا رب. وانت اللي قلت الكلمات دي، اني انا حي، انتم ستحيون، انتم ستحيون. عشان كده يا رب احنا نتنبأ بالحياة يا رب لكل مريض ولكل تعبان يا رب، انه الحياة يا رب تدب فيه يا رب، انه حياة يسوع تدب فيه، انه قوة يسوع تدب فيه يا رب. احنا نباركك، نباركك يا رب، علشان يا رب انت اللي تضع يدك يا رب على المرضى، أنت تأمر يا رب فيكون، أنت تقول يا رب فيكون. يا رب احنا بنشكرك لأنك جاي لناس يا رب كأنها على حافة الموت يا رب، الناس قالت عنها إنها حالات حرجة جدا، أنت جاي تقيمها لأنك حي، أنت جاي تقيمها لأنك حي يا رب. نشكرك، نشكرك، نشكرك عشان العينين اللي فقدت البصر أنت تعطيها حياة فتبصر يا رب. نشكرك عشان رجلين اللي بطلت تمشي أنت تعطيها حياة فتعود من جديد. إحنا النهاردة نتنبأ بالحياة لكل مريض، لكل مشلول، لكل أعمى، لكل شاب في الانتنسيف كير، لكل واحد قاعد على كراسي بعجل، لكل شخص يا رب الأمراض يا رب أعيته وخليته طريح الفراش، لكل أمراض يا رب في الظهر يا رب وفي المفاصل، إحنا نأمر بالحياة في اسم يسوع المسيح.
نأمر بالحياة يا رب، ونشكرك عشان الملايين عبر شاشات التلفزيون يا رب أنت تنفخ نفخات حياة في بيوت كثيرة وفي بلاد كثيرة يا رب. مبارك عملك، مبارك عملك، مبارك عملك، لأنك تعلن بوضوح أن الكنيسة في أرض مصر داخلة في زمن جديد يا رب. أنت تعلن يا رب أن الكنيسة داخلة لأرض جديدة، أرض تفيض لبن وعسل بسبب قوة حضورك، بسبب شفائك وآياتك وعجائبك. هللويا يا رب لعملك في وسطنا، لأنه يا رب كأنه من هنا وطالع يا رب. ما لم ترى عين، ما لم يخطر على بال إنسان، ما أنت صانعه في وسطنا، في وسط أرضنا وفي وسط شعبنا يا رب. نباركك، نباركك، لأنه محافظات مصر تتشقلب بسبب حضورك وبسبب إعلانك يا رب عن ذاتك. هللويا يا رب لاسمك يا رب، هللويا يا رب ليك، هللويا ليك يا رب، ليك كل المجد. امين يا رب، امين امين. كل احباء اللي عاوزين يتصلوا لهم من فضلهم يطلعوا قبل ما ينتهي الارسال، بس لان الاجتماع ده مليان شباب. انا عندنا مؤتمر لكل الشباب 25 ل 40، هيكون من يوم 22 ل 24 9. انا عاوز ادعي كل الشباب، مش لازم تكون دي حتى كنيستك، اي شاب عاوز يجي المؤتمر ده من 22 ل 24 9، تقدر تيجي يوم الجمعه وتحجز فيه. انا قلت ميعاد غلط، هو بتوع اسكندريه 17 و18 9، مش 18 و19. مؤتمر 25 ل 40، الحجز بره. لو انت عاوز تحجز ليك او لاصحابك او للشله عمرها ما جت قبل كده، من فضلك اعمل كده. خلوا كل الاحباء اللي عاوزين يتصلى لهم من فضلك يطلعوا قدام، هنصلي مع واحد واحد باسم يسوع. وان ثينج بره، انا قلت الحجز بتاع وان ثينج في معلومات عنه من بره، اللي عاوز يحجز، في ناس كتيره وصتني الحجز هيبتدي النهارده في طريق خروجنا، تعرفوا ازاي الاوتوبيسات. ممكن تمتدوا كده يمين وشمال، احنا هنيجي نقف مع واحد واحد منكم. نعمه الرب هنقف معاكم لغايه ما يد القديره تمتد اليكم وتشفيكم. امتدوا من اليمين للشمال، كل اللي عاوز يعني يفضل كده رفع ايده لغايه ما يلاقي حد من الخدام بيصلي معاه. ديفيد هتكمل تاخدنا باسم يسوع. الذي يشبع بالخير عمرك لا يتجدد مثل النسر شبابك.